اللهم صل على محمد وآل محمد. رحنا ننزل الختمة على شهيدنا الغالي الحاج حسن علي حسن الستري وشهيدنا أخ الفاضل عيسى قنبر وشهيدين الذي استشهدوا في 1965 الذي حسب ما سمعنا قام النظام بطلق الرصاص المباشر حتى أدى إلى استشهادهم بالحال. نحن هنا نتكلم باسم عوائل رابطة الشهداء، نتكلم عن شهيدنا الحاج حسن الستري الذي قام أن يؤدي الفريضة في الفجر صلاة الصبح، ولا فجأة جاءوا له المرتزقة وقاموا بضربه في الخلف فأدى إلى كسرات الفقرات الذي في الرقبة حتى لا يكفيهم الضربة، بل قاموا بدأسه بالحذاء حسب ما سمعت من ابنه يقول حتى الأثر من الحذاء على جسده. لا نقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا شهيدنا الحاج حسن الستري اختاره الله سبحانه وتعالى أن يكون ينضم في قافلة الشهداء، فهنيئا له بهذه الشهادة، كما نهنئ ابنه وأولاده وأخوانه وأخواته وزوجته وكل المحبين وبالخصوص أهالي قرية نويرات الذي قام النظام بفجر أهالي نويرات باستشهاد الحاج حسن الستري في ذاك اليوم الذي كان يوما كئيبا على أهالي شعب البحرين. ولكن هذا الشهيد هو حي عند الله سبحانه وتعالى يرزق، وتقول الآية بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا نظام بفجر أهالي نويرات باستشهاد الحاج حسن الستري في ذاك اليوم الذي كان يوما كئيبا على أهالي شعب البحرين. ولكن هذا الشهيد هو حي عند الله سبحانه وتعالى يرزق، وتقول الآية بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم، هنيئا لك يا شهيدنا الغالي، رحت لربك وراضيا مرضيا، وغفر الله لك كل الذنوب إن شاء الله، وهذا ستشفع إلى كل من قام بتشييعك ومشى خلفك. ولكن نوصل رسالتنا لمن قام بقتلك ولمن قام بقتل الشهداء، إننا لن نتنازل ولن نتراجع عن كل قطرة سفقت من دمائك يا شهيدنا الغالي وجميع الشهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى ويمسح على قلب عائلتك وعلى شعب البحرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.